بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد آله وصحبه. الإخوان كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين الطويرات ديالكم؟ الولاعة كل شيء مزيان؟ تنتمنى تكونوا على خير وبخير نتوما والفريخات ديالكم، ويكونوا مروا في أحسن الظروف مع هذه الحرارة اللي دازت وهذه الأجواء اللي كانت مقلبة بعض الشيء. وتعزينا الإخوان اللي ماتوا لهم الفريخات، وكثير منهم بزاف كثير شفناهم الإخوان في الدار البيضاء وفي أكادير وفي مراكش. نتمنى والله خير سبحانه وتعالى. على أين هذا الفيديو سبق لي وحطيته، ولكن كنت حاطه بواحد العنوان ديال زواج محمد وحنان، سحبته نظرا لواحد ملاحظة من أحد المتتبعين على اليوتيوب اللي نبهني، قال لي حرام تسمي الطائر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا اعتذرت في ديك الساعة وسحبت الفيديو، حيدته وعودته الآن، وعودت له العنوان وعودت له التعليق. كنتمنى من الله يسمح لي وينبهنا باش ما نعاودوش نرتكبوا بحال هذه الأخطاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. الإخوان هاد الكوبلة هادي ديال هاد البيروش هادي، هي كل واحد فيهم جاني هدية من عند الأصدقاء زيادة على كوبلة أخرين تاهما جاوني هدية، إلا واحدة هي اللي شريت وزوج الجامعة الهوغو وعطوني فراخ، ورا صورتهم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوريهم لكم في فيديو آخر مقبل إن شاء الله. اللي بغيت نشير ليه هو ان هذا اول مره ديالي تندير الانتاج ديال البيروش ديال الباجي. كما وضحت لكم في الاول، انا ما عمري درت الانتاج ديال الطيور، كنت نربيهم كنراعيهم، داكشي اللي وفقني فيه الله كنديرو، ولكن لي اول مره ولله الحمد نجحت معايا هاد النتيجه هذه. كانت نتيجه ايجابيه مع لي كناري، والان منين جاوني هادو هديه قبلت وقلت نجرب معاهم حتى هما الانتاج ونشوف كيفاش نقد نوصل زعما حتى هما ندير منهم فريخات وليدات وهذه، وعلاش لا. تابعوا معنا الفيديو وعطيوني الافكار ديالكم والاراء ديالكم، اللي عنده شي مساعده يمدني بها. كنتمنى من الاخوان كل شيء يكون على خير وبخير، وتنتمنى من الاخ عصفور حتى هو يشاهد هذا الفيديو، لان عنده الطير نفس الطير حتى هو شفتو عجبني وجاني هذا هديه سبحان الله العظيم، وقلت علاش لا ننتج منهم. شكرا للجميع، كان معكم اخوكم محمد من قناة طيور الكناري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.